طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أنا نفسي أتكلم مع الأستاذ سامي الحريري، يعني هو جاي الآن في القناة، جاي يعني يشرح تاريخ الهلال ويشرح تاريخ النصر. تاريخ النصر احنا عارفينه كيف تاريخ النصر، وعارفين إنه تاريخ النصر مشرف، وحنا عارفين تاريخ الهلال، يعني ما يحتاج. قول للأستاذ اللي عندك كلها أبو أدلة، ماله مال الأهلي وماله مال الملكية. الأهلي ملكي من القدم، وخليه في حاله فريقه وماله مال الأهلي. مباراة النصر والهلال أتوقع فوز النصر إن شاء الله وبنسبة كبيرة. احترامي للأخ سامي الحريري، بقوله لو صدقني إن شاء الله ما في أي كارثة، ولو سمح الله هزم النصر عادي، في الهلال فريق كبير، ولكن أتوقع فوز النصر بإذن الله تعالى. وسؤالي إلى الأخ خالد سعود، ماذا ينقص النصر لكي يفوز على الهلال؟ اهدى سامي اهدى. الأهلي أكثر فريق حصل على كأس الملك، أكثر فريق بعده الهلال، ما أدري المعلومة دي عندك ولا لا. فكيف ملكي؟ الأهلي الملكي، كفيك الزعيم أنت خلاص. خالد سعود، ماذا ينقص النصر الانتصار على الهلال؟ الهدوء، الهدوء وعدم الاستعجال، عدم استعجال النتيجة. الهدوء في المباراة ولا قبل؟ قبل، الهدوء، الهدوء جزء لا يتجزأ، سواء قبل المباراة أو حتى داخل المباراة. أعتقد يمكن خير مهر للنصراويين ممكن يقدمونه للمدرب الجديد، أو المدرب حتى يقدمه للنصراويين نتيجة المباراة هذه. ولا شك أنها مباراة يعني قد تعصف بكثير من الأمور، وحتى وإن كانت أول مباراة للمدرب، ولكن من الممكن يمكن هذه المباراة بالتحديد يا أبو لطيفة، كونها مباراة تنافسية كبيرة، يمكن الفوز فيها، وحتى وإن كان ما هي مباراة بطولة، إلا أنها قد تعيد ترتيب الأوراق. النتيجة المباراة قد تعيد ترتيب الأوراق النصروية، كما كان الحال بالنسبة للمباراة الأسيوية، عكس ذلك تماما. الخروج النصر من البطولة الأسيوية على يد نفس المنافس، أعتقد أنها كانت بداية المشاكل النصروية، سواء داخل أو حتى خارج الملعب. في النهاية نتمنى احنا كمتابعين، نتمنى أن تكون مباراة ترتقي لاسم وحجم الفريقين الكبيرين، بإذن الله أنها تكون مباراة ممتعة. مقدما مبروك للفائز، وحظ أجمل إن شاء الله للخاسر.